بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس العاشر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخذ مفتاح الكعبة وفتحها ثم دخلها صلى الله عليه وسلم وأزال ما فيها من الصور المرسومة
على الجدران وتجول في أركانها ونواعيها، كبر الله سبحانه وتعالى وهلل وسبح، ثم صلى ركعتين ثم خرج ومعه مفتاح الكعبة. يروى أن علي رضي الله عنه طلب من الرسول أن يعطيه إياه ليكون سادنا للكعبة، فأنزل الله هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنادى الشيبي حامل المفتاح وأعطاه إياه وقال: خذوها خالدة إلى أن تقوم الساعة. هذا سبب النزول، والآية عامة لكل الأمانات، يعني سبب النزول أنها في مفتاح الكعبة، ولكن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأمانات جمع أمانة، وهي كل ما يؤتمن الإنسان عليه ويستحفظ عليه من الأموال والودائع ومن الأسرار وكل ما استحفظ الإنسان عليه، والوظائف، الوظائف التي يتولاها الإنسان من أمور المسلمين، هذه أمانة، أمانة يجب عليه أن يقوم بها. فكل ما استحفظ عليه الإنسان من عمل أو مال أو سر من الأسرار فإنه أمانة يجب عليه أداؤه إلى من ائتمن. قال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويلزم من وجوب أداء الأمانات يلزم حفظها، يلزم حفظها، لأنه إذا لم يحفظها كيف يؤديها؟ هذا يلزم أنه يحفظ الأمانة. ولهذا قال العلماء: إن الأمانة تحفظ في الحرز، كل شيء في حرز مثله حتى يؤديها إلى صاحبها. فإن لم يؤديها في الدنيا فسيؤديها يوم القيامة. لأنه سيؤمر بأدائها يوم القيامة، من أين يجد الأمانة التي كانت عنده في الدنيا إلا زيادة في تعجيبه والعياذ بالله، تعجيزا له. الأمانات أمرها عظيم، ومنها الوظائف، الوظائف التي يتولاها الإنسان يجب عليه أن يقوم بها، أن يقوم بالعمل الذي تولى عليه أو ولاه ولي الأمر عليه. جميع الموظفين على اختلاف مراتبهم كلهم يحملون أمانات،
أمانات العمل الوظيفي، يؤدونه ولا يبخسون منه شيئا. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن ثم يجب على من يولون الناس الوظائف ولاة الأمور أن يختاروا من عندهم أهلية لحفظ الأمانات والقيام بالأعمال الوظيفية، لا يخابون أحدا في ذلك لأنها أمانات سيسألون عنها يوم القيامة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر الله في هذه الآية بأمرين: الأول أداء الأمانات، والثاني إذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل بين الخصمين، لا تحيفوا مع أحدهما، لا بد من إقامة العدل للحكم. ألا يحيف الحاكم أو يحابي أحد الخصمين على صاحبه، وإنما يكونون أمامه سواء. وإذا تخاصموا إليه، تخاصم إليه خصمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فيطلب من المدعي إقامة البينة على ما ادعى. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس لدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا هو العدل الذي أمر الله به، تحكموا بالعدل. وضد العدل الجور والظلم في الحكم، نسأل الله العافية. فلا يجوز للحاكم أن يجور في حكم أو أن يحابي في حكم، بل عليه العدل، العدل بين الخصمين. والعدل مطلوب في كل الأمور، مطلوب في القول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل الحق ولو كان مرا. العدل يكون في الحكم، ويكون في القول، ويكون في كل مجال فيه طرفان، كل مجال فيه طرفان، فإنه يجب الحكم بينهم بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال سبحانه: إن الله نعم ما يأمركم به. نعم كلمة مدح، كلمة مدح. ما يأمركم، يعظكم. نعم، يعظكم. إن الله نعم ما يعظكم به. نعم كلمة مدح، وما اسم موصول، أي نعم الذي يعظكم به. وهذا معناه الثناء على حكم الله وأمره ونهيه سبحانه وتعالى، أنه نعم الأمر والموعظة
الخلق يعظهم من أجل أن يتركوا ما حرم الله وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم في جانب الله جل وعلا وفي جانب خلقه. إن الله كان سميعا بأقوالكم بصيرا بكم يراكم وينظر إليكم سبحانه وتعالى لا تغيبون عن بصره يراكم حيثما كنتم ويراقبكم ولا تستترون عنه سبحانه وتعالى بشيء سميعا لأقوالكم وما يصدر منكم بصيرا بكم يراكم ينظر إليكم. ففي هذا إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. المخلوق له سمع وبصر فجعلناه سميعا بصيرا، والله له سمع وله بصر ولكن لا يشبه أحدهما الآخر. سمع الله وبصره يليقان به سبحانه، وسمع المخلوق وبصره يليقان بالمخلوق، ولا تشابه بينهما أو تماثل بينهما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجب أن يعرف الفرق بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم. إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ثم أمر، نداء وأمر، نداء فيه تشريف للمؤمنين وأمر لهم. أي شيء؟ أطيعوا الله فيما أمركم به فافعلوه، وفيما نهاكم عنه فاجتنبوه. أطيعوا الله بالأعمال الصالحة الطاعات والقربات، فأنتم بحاجة إلى ذلك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فما أمر به الرسول وما نهى عنه يجب امتثاله كما يجب امتثال أمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله، وكما تجب طاعة الله تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، ولكن لم يعد الفعل مع ولاة الأمور، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله.
تابعة، فإذا أمروا بمعصية الله لا تجوز طاعتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة المعروف. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على سرية، أمره على سرية، ومعلوم أن الأمير تجب طاعته سواء كان أميرا عاما أو أميرا على طائفة من الناس تجب طاعته. فلما خرج بهم كأنه وجد عليهم أو أغضبوه، فقال: اجمعوا حطبا. قاموا وجمعوا حطبا، ثم قال: أوقدوا فيه النار. فأبرموا فيه النار إلى حد لا تجب طاعته أبي شيء. ثم قال لهم: ادخلوا في النار. فترددوا عند ذلك، بعضهم هم أن يدخل النار، وبعضهم قال: ما أطعنا الرسول واتبعنا الرسول إلا للنجاة من النار، كيف ندخل فيها؟ لا ندخل فيها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة المعروف، إنما الطاعة المعروف، ليست الطاعة في المنكر، وهذا منكر لا تجوز طاعة ولاة الأمور فيه. ثم قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء، معلوم أن النزاع سيحصل بين الناس، سيحصل اختلاف، يحصل نزاع، يحصل خصومات، هذا متوقع من البشر، ولكن الحمد لله أن الله جعل لنا ما يحسم النزاع وينهي النزاع فيما بيننا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي ردوه إلى كتاب الله وهو القرآن، والرسول إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تردون النزاعات إلى الأنظمة والقوانين وأمور وعوائد الجاهلية، بل إلى الكتاب والسنة. تنازعتم في شيء، أي شيء، شوف كلمة شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل نزاع. النزاع في العقائد هذا أول شيء وأهم شيء يرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النزاع في الأموال والخصومات يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله على يد العلماء الذين يفقهون الكتاب والسنة ويستنبطون من الكتاب والسنة فصل النزاع بين الناس. النزاع بين الأفراد، النزاع بين الزوجين، كل نزاع، النزاع بين الجماعات والأحزاب يرد إلى كتاب الله وسنة رسول، ما يرد إلى أنظمة الجماعات، كل جماعة لها نظام وكل جماعة لها منهج، لا، منهجنا واحد، المسلمون منهجهم واحد هو الكتاب والسنة، وكل نظام يخالف الكتاب والسنة فهو باطل لا يجوز لنا أن نرجع إليه. إن تنازعتم في شيء
أي شيء كبير أو صغير فردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وسنة رسوله، وفيهما حل المشكلات وإنهاء النزاعات بالعدل. إذا حكم الكتاب والسنة حصل العدل بين الناس، لأنه تنزيل من حكيم حميد. مثل أنظمة البشر وقوانين البشر تدخلها الأهواء، تدخلها الأغراض، لا، هذا نظام إلهي عادل. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذي يؤمن بالله يحكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يؤمن بالله ورسوله يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يؤمن باليوم الآخر، يوم القيامة والحساب والجزاء، أيضا يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الخصومات إذا حكم فيها غير كتاب الله وسنة رسوله من الأنظمة والقوانين والعادات والتقاليد ستعاد يوم القيامة، تعاد الخصومات بين الناس يوم القيامة، فينصف الله المظلومين من الظالمين. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني وتؤمنون بالبعث والنشور والحساب، أحكموا بالعدل بين الناس. ثم قال جل وعلا ذلك الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله خير لكم، خير لكم في الحال والمآل، خير وأحسن تأويلا أي عاقبة. فحكم الكتاب والسنة خير في العاجل وفي الآجل، ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن لم يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فاسمعوا ما قال الله فيه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والجبت هم الكهان الذي كانت القبائل تحكمهم في الجاهلية، أو السحرة. والطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. من أنواع الطواغيت ورؤوس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون لأنهم كذبة، الزعم هو الكذب، وهم المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ألم ترى يا أيها الرسول، هذا التعجب منهم، أنهم يدعون الإيمان وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا
إلى الطاغوت، والطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت من الطغيان. طاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهؤلاء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله والملائكة. تناقض هذا تناقض، كيف يدعون الإيمان وهم يتحاكمون إلى الطاغوت، إلى القوانين، إلى الأنظمة البشرية، إلى العادات القبلية، إلى ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شوف يريدون مجرد النية، فكيف لو فعلوا هذا وتحاكموا إلى الطاغوت؟ أمر أسد والعياذ. سبب نزول الآية أنه حصل نزاع بين يهودي وبين منافق يدعي الإيمان، فقال المنافق فقال اليهودي نحكم محمدا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحكم محمدا، هذا قاله اليهود. وقال المنافق نحكم كعب بن الأشرف، نحكم كعب ابن الأشرف رأس اليهود، هذا اللي يزعم أنه يؤمن بالله بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله من الكتب، يريد أن يرجع إلى غير كتاب الله، يريد أن يرجع إلى الطاغوت وهو كعب بن الأشرف، يتحاكم إلى كعب بن الأشرف. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأنكر عليه ذلك وقال هذا لا يجوز حاكم إلى غير كتاب الله سنة رسوله، وعظه. ثم ذهبوا إلى عمر رضي الله عنه ذكروا له القصة فقال للمنافق هكذا تقول؟ قال نعم. فدخل بيته وأخذ السيف ثم خرج فضرب عنق المنافق وقتله صرامة عمر رضي الله عنه، قوة عمر، قتله لأنه كافر يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت وهو يزعم الإيمان، نسأل الله العافية. وقد أمروا أن يكفروا به، يكفروا بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أما من لم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن وإن ادعى الإيمان، انتسب إلى الإسلام الذي يقول يجوز أن نتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، نتحاكم إلى الأنظمة، نتحاكم إلى القوانين، يجوز هذا؟ هذا كافر، هذا كافر، وإن ادعى الإيمان فهو منافق كاذب في إيمان، قد أمروا أن يكفروا به. لكن ما هو السبب الذي حملهم على هذا؟ يريد الشيطان أن يضلهم، يريد أن يصرفهم عن حكم الله ورسوله، فدل على أن تحكيم غير كتاب الله وسنة رسوله أنه ضلال، وأن تحكيم كتاب الله وسنة تحكيم كتاب الله وسنة رسوله هدى. يريد الشيطان أن يضلهم عن الحق وعن الإيمان، وليس ضلالا سهلا أو قريبا، ضلالا مبينا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بعيدا عن الحق، يبعدهم عن الحق
عن الإسلام، عن الدين، عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يريده الشيطان من العباد، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: في بلدنا قررت الدولة أن تمنح مبلغا معينا لكل فرد من أفراد الأسرة، وبعد إصدار هذا القرار وفي بعض الناس، فهل يحق لأهليهم أن يأخذوا هذا المبلغ من سجل اسمه ضمن الممنوحين؟ هذا حسب نظام الدولة لمن يتوفى. راجعوا المسؤولين منكم وبلغوهم عن وفاة الشخص وهم يرجعون إلى ما عندهم. نعم. يقول: أنا مقيم في مكة لمدة 3 أيام، هل يصح أن أعمل عمرة أخرى وثالثة بعد كل يوم؟ الجواز يجوز هذا، ولكن الأحسن أن يكون بين العمرتين وقت فاصل زمني، ما تكرر العمرة كل ساعة أو في اليوم عدة مرات، ما هو أحسن هذا. بقاؤك في المسجد الحرام والصلاة فيه 100,000 صلاة، والاعتكاف فيه وهو الجلوس في المسجد الحرام لتلاوة القرآن للذكر، أفضل من العمرة. نعم. قضيت لي مصاحف في المدينة المنورة مكتوب عليها وقف لله تعالى، هل أستطيع إهداء هذه المصاحف للناس عند رجوعي إلى بلدي أم أضعها في المسجد؟ لا، المصاحف في المسجد الذي وضعت فيه مخصصة له، وقف عليه، لا يجوز إخراجها من المسجد الذي وضعت فيه. نعم. وإذا أردت تهدي هدايا يا أخي، رحت المكتبات اشتر المصاحف من مالك وأهله، لا تأخذ الأوقات تهديها. نعم. يقول: هل يجوز التعاون مع الأحزاب الدينية أو السياسية التي تدعو إلى تحقيق التوحيد في دعوان؟ ما كل دعوة تصير صحيحة، ما ندري، تثبتوا في هذا الأمر وراجعوا علماءكم، تثبتوا من هذه الأمور. نعم. هل مضاعفة الصلوات إلى 100,000 في المسجد الحرام وفي مساجد مكة كلها، وهل خاص بالنافلة بالفريضة أم يشمل النافلة؟ المضاعفة للصلاة كما وردت في الحديث عن 100,000 صلاة عامة في الفروض وفي النوافل، لا مخصصة للنوافل، وعامة في كل الحرام، كل ما هو داخل الأميال حدود الحرام فهو للمسجد الحرام. نعم. يقول: هناك بعض النساء عندما يسمعون إن امرأة تنجب أطفال ميتين فيقومون بذبح كلب صغير فيقدمون لها لتأكله، وعندما تنتهي من الأكل يبلغوها بأن هذا لحم كلب وهي تظن أنه لحم خروف، ما هي عقوبة ذلك؟ هل عليها إثم؟ إذا كانت ما درت ولا علمت ليس عليها إثم، وإنما الإثم على الذين غشوها وخانوها، عليهم الإثم وعليهم الأدب أيضا ولي الأمر. نعم. يقول: ما حكم التجارة في العملات؟ لا بأس بذلك، التجارة بالعملات تسمى الصرف، صرف النقود بعضها ببعض،
الصعب، لكن يشترط تقابض بالمجلس، وإذا كانت العملات من جنس واحد يشترط أيضا التساوي في المقدار. نعم. تقول إذا مرت من أمامي امرأة وأنا أصلي في الحرم هل تقطع صلاتي؟ لا، المسجد الحرام من الزحمة والضرورة لا يضر من يمر بين يديك النادلة، وأما الفريضة فسترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. تقول سماحة الشيخ ما حكم النذر وهل يشترط التلفظ به أم يكفي النية؟ النية ما تكفي، لا ينعقد النذر إلا بالتلفظ، أن يقول لله علي أن أتصدق أن أصلي أن أصوم فينعقد باللهو، أما مجرد النية فلا ينعقد بها شيء. نعم. هل المسافر الذي جاء للعمرة يصلي السنة الرواتب؟ إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يصلي الرواتب، لكن يصلي الوتر، يصلي راتبة الفجر لابد منها، صلي من الليل ما تيسر لا، أما الرواتب إذا كان يقصر الصلاة لا يأتي بالرواتب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا بعد الفريضة لا أتممت الصلاة. نعم. يقول أدعو أصدقائي للصلاة كثيرا لكنهم يتعرضون، وعندما أدعو بعضهم يصلي في البيت والبعض يترك الصلاة في المسجد، وقد تعبت من دعوتهم بسبب إعلانهم، فهل أتوقف عن ذلك؟ لا تتوقف عن الدعوة إلى الله، عن الموعظة والنصيحة، ولا تيأس، لا تيأس إن الله يهديهم أو يهدي بعضهم، فاستمر في النصيحة، وإذا لم يقبلوا فإن كان هناك سلطة فبلغ السلطة، كان هناك سلطة تأخذ على أيديهم بلغها، إذا لم يكن هناك سلطة تأخذ على أيديهم فابتعد عنهم، أما ما دمت معهم فالزمت النصيحة، إذا أنك مليت من النصيحة ابتعد عنهم لا تجلس معهم ولا تسكن معهم. نعم. ما حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة؟ رفع اليدين عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة؟ لا يجوز رفع اليدين في خطبة الجمعة لا للإمام ولا للمأموم إلا بالاستسقاء، إذا دعا بالاستسقاء في خطبة الجمعة يرفع يديه، وأما في غير دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة فلا ترفع الأيدي. نعم. وما حكم رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة؟ الدعاء بين الأذان والإقامة مطلوب ومرغب فيه، لا كما في الأثر لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وأما رفع اليدين فلا ترفع اليدين ما ورد هذا. نعم. يقول تأكيل اللحوم مجملة من بلاد الكفار هل هي حلال أم حرام؟ لأننا لا ندري هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا. إذا كانت اللحوم جاءت من المسلمين أو جاءت من أهل الكتاب اليهود والنصارى وهي مذبوحة على الطريقة الشرعية هي حلال، أما إذا جاءت من بلاد وثنية، بلاد وثنية أو شيوعية ملحدة لا تحل ذبائح، لا تحل ذبائح الكفار عموما ما عدا أهل الكتاب إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية. نعم. يقول أحد الفرع عندنا يقرر أن السلف قسم التوحيد إلى قسمين وهو توحيد الألوهية والربوبية فقط، ثم اضطروا الآن أن يزيدوا توحيدا ثالثا وهو توحيد الأسماء والصفات، وذلك في مقابلة الطوائف الطامة، وعلى هذا يعتذر لمن أكمل توحيد الحنفية لأن كل ذلك من باب التفسير والبيان وما تعرفون. هذا قصده من برر توحيد الحاكمية، وأما كلامه الأول فهو طيب،
نعم التوحيد على سبيل الإجمال قسمان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والأسماء والصفات تدخل في توحيد الربوبية على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وذلك التفصيل من أجل كما قال السائل، من أجل أن هناك فرق ظهرت تنكر الأسماء والصفات أو تؤولها، ففصلوا توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية، وإلا فهو داخل فيه، لكن فصلوه لأجل الرد على من يلحد في أسماء الله وصفاته. نعم. يقول رجل: وليس هناك توحيد حاكمية، أنا ما عرفنا، ولا هو موجود في كتب العقائد كلها، ما فيها توحيد الحاكمية. الحاكمية داخلة في الربوبية وداخلة في الألوهية، هي داخلة ما يحتاج أن تفصل. نعم. يقول رجل: أعطيني بالريال السعودي. ها؟ يقول رجل: أعطيني مبلغ بالريال السعودي هنا في المملكة، ثم يعطي أهلي ما يعادله من الدينار الجزائري من باب الصرف، هل هذا يدخل في الربا؟ نعم، هذا يعني صرف ريال دراهم بدراهم ولا يحصل تقابض، يعطيه الدراهم هنا ويأخذ بدلها نقود هنا، هذا تفرق قبل القبض، ومن ربا النسيئة، ربا النسيئة، هو داخل في ربا النسيئة لتأخر القبض في هذا. النقود إذا صرف بعضها ببعض فلا بد من التقابض في المجلس. نعم. يقول: هل كل بدعة ضلالة يقصد بها الإجماع أم الأغلبية، مثل ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان؟ وش قال هذا الهذا؟ الرسول قال كل بدعة ضلالة، أن تقول لا هناك بدعة ما هي ضلالة، من يقول هذا؟ كل بدعة ضلالة، لكن ما هي البدعة؟ البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محدثات الأمور، محدثات الدين، هذه البدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه البدعة وكلها ضلالة. ما هي بدعة حسنة كما يقول بعضهم؟ أبدا، ما في بدعة حسنة، كلها ضلالة. نعم. يقول: في العزاء يأتي أهل القرية في بلادنا ويقام العزاء لمدة 3 أيام، ويجتمعون طوال هذه الأيام من بعد العشاء إلى منتصف الليل، ما حكم ذلك؟ هذه ظاهرة حدثت في الناس. العزاء لا يتطلب هالتكلف والاجتماع وتعطيل الأعمال، حبس الناس وصناعة الأطعمة لا يتطلب هذا. العزاء كلمات تقولها لأخيك المصاب في أي مكان بدون اجتماع، تتصل عليه بالتلفون، بالجوال، بالمسجد إذا رأيته، بالسوق، بالمتجر، وتعزي في العمل وتعزي، ما حاجة إلى اجتماع تحديد أيام. نعم. يقول: بحلت في مصيبة وإني أرى ذلك بسبب ذنب اقترفته، فهل إذا اقترف العبد ذنبا يظهر أثره على غيره من إخوانه ووالديه؟ لا تجر وازرة وزر أخرى، الذنب على صاحبه على من، لكن قد يتغيرون عليه، يتنكرون في معاملتهم له. أو السلف يقول: إني إذا أذنبت ذنبا رأيت ذلك في زوجتي ودابتي، يعني أن تعاملهم معه يتغير، يستصعبون عليه. نعم.
تقول كلفت بأمانة وهي مبلغ من المال، فضاع هذا المبلغ عندي، فهل يمكن لي أن أعوضه من زكاتي؟ لا، لا تعوضه من زكاتي. الزكاة للفقراء والمساكين، إذا لزمت غرامة ما تدفعها من الزكاة. الغرامة تغرم الأمانة التي ضيعتها، لا تخرجها من الزكاة، من مالك أنت. نعم، الزكاة ما يدرك، زكاة للفقراء والمساكين. نعم. يقول نحن هنا للعمرة، إذا أردنا السفر ظهرا هل نجمع العصر مع الظهر جمع تقصير؟ إذا يقول نحن هنا للعمرة، إذا أردنا السفر ظهرا هل نجمع الظهر مع العصر جمع تقصير؟ جمع تقصير. جمع تقصير؟ نعم، التقصير القصر ما دامت إقامتكم في مكة 4 أيام فأقل لكم القصر، وإذا صليتم الظهر وأنتم تريدون السفر تصلون بعدها العصر جمعا، لأن هذا أسهل عليكم. نعم. يقول من جاء وفي نيته العمل في جدة والعمرة في نيته، هل يجوز له أن يحرم من جدة أو يجب أن يعود إلى ميقات بلده؟ نعم، إذا كان ناويا للعمرة عند القدوم من بلده والمرور بالميقات فلا يتجاوزه إلا وهو محرم، فإن تجاوزه من غير إحرام وأراد العمرة وهو مريد للعمرة يرجع إلى الميقات الذي تعده ويحرم منه. نعم. ما حكم الإشارة للصبي في صلاة الجمعة في السجود لأنه يشوش على المصلين وقت خطبة الإمام؟ وقت الخطبة ولا في الصلاة في الجمعة؟ وقت الخطبة. لا يجوز في وقت الخطبة أن يتحرك أو يتكلم، بل ينصت للخطبة، ويمكنه أن يسكت الصبي شيء آخر، يعني أما أنه يتحرك أو يشير إليه أو يتكلم لا. نعم. إذا أمر جماعة من الناس عليهم أميرا في السفر هل يأثم من يعصي هذا الأمر؟ بلا شك أنه الأمير في السفر مثل الأمير في الحضر، تجب طاعته في غير معصية الله عز وجل. نعم. ما حكم أو هل تشترك هل يشترك الموالاة في غسل الجنابة؟ نعم، الموالاة غسل الجنابة لئلا ينشف بعضه وهو لم يغسل البقية. الموالاة معناها لا ينشف بعض الجسم أو بعض الأعضاء قبل أن يكمل، لا بد أن يتوالى الغسل ويتوالى الوضوء. نعم. هل تجب الطاعة للحاكم الذي استبدل الشريعة الإسلامية بالأحكام الوضعية بالكلية أو أمريكا وذلك إلى أمر بالمعروف؟ لا تسكن عنده، يجب عليك الهجرة من بلد لا يحكم فيها بالشريعة، إذا استطعت الهجرة يجب عليك، إذا لم تستطع تقيم مع التمسك بدينك والكراهية لهذا النظام وهذا الحكم. نعم، إلى أن يسر الله لك وتغادر. نعم. تقول السائلة ما حكم لبس العدسات اللاصقة للنساء للزينة؟ لا يجوز، يكره للمرأة أن تلبس العدسات اللاصقة من غير حاجة، أما إذا كان لحاجة يضعف البصر أو لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره لأنه من تغيير خلق الله غير حاجة. نعم. يقول هل من تحاكم إلى الأنظمة وأصر على ذلك يكفر مطلقا ويسمى طاغوت؟ سمعتم الآية إن الحكم بغير ما عند الله حكم للطاغوت. نعم. يقول لديه محل لبيع الجوالات والدخل عليه يصرف والدخل من هذا المحل يصرف على أهله ولا يدخر منه شيئا، هل عليه زكاة؟
إذا كان يصرفه قبل تمام القول على الجوالات أو الكلام. إذا كانت الجوالات تم عليها حول يزكيها تخرج عمره. أما إذا جاءوا جوال اليوم ثم باعوا في الحال أو بعد يومين أو قبل تمام الحول هذا ليس فيه زكاة. نعم. إلا إن كان اشترى برأس مال النظر إلى رأس المال الذي اشتراه به. إذا حال الحول على رأس المال الذي اشترى به البضائع جوالات أو غيرها إذا تم الحول على رأس المال فإنه يثمن ما عنده من البضائع ويزكيها. نعم. يقول هل يجوز مقاطعة عمة وعدم صلتها لأنها زوجت ابنتها لمن يسبون الصحابة في راتبهم؟ إذا كانت متعمدة لهذا وتعلم هذا وأنت نصحتها ولم تقبل بلا شك أنه يجب عليك أن تنكر عليها وأن تبتعد عنها حتى تتوب إلى الله عز وجل. هذا هجر بالحق، هجر عاصي إذا لم ينتهي ولم يقبل هذا مشروع. نعم. من أحرم في آخر شعبان وأدى العمرة في رمضان هل تعتبر العمرة في رمضان؟ لا، هذه بعضها الإحرام هو الركن الأول وقد فعلته قبل دخول رمضان لا تعتبر هذه عمرة في رمضان لأن بعضها خارج رمضان. نعم. يقول السائل أيهما أشد إثماً السرقة أو خيانة الأمانة وإن لم يكن من هذا فهل نعتبره؟ كلاهما شر، السرقة وخيانة الأمان. خيانة الأمان سرقة إذا تعمد الاحتال على أموال الناس وأخذها ودائع من أجل أن يجحدها وأن ينكرها هذه سرقة. امرأة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أمر بقطع يدها لأن هذا سرقة تحت ستار الوديعة أو ستار العاري. نعم. يقول ما نصيحتكم لنا في هذا الزمان الذي قل فيه العلماء وتصدر فيه الجهال المخالفون لمنهج السلف الصالح؟ عليك بالذهاب إلى العلماء والاستماع لهم، طلب العلم على أيديهم وإن كانوا قليلين فيهم بركة إن شاء الله. نعم. تقول إذا اشتريت سلعة بالعملة الأجنبية ورد لي صاحب المحل بالعملة المحلية هل ذلك جائز؟ هذا من باب الصرف لا بأس. إذا كان لك نقود في ذمته ثم أعطاك بديلا عنها نقودا أخرى فهذا من باب الصرف يجوز بشرط التقارب في المجلس. نعم. تقول سماحة الشيخ تكلمتم عن النزاعات والخصومات، ما حكم من يأخذ المال ولم يرسله لأصحابه؟ هل يعتبر سارقا أم خائنا للأمانة؟ وكيف نتعامل معه وهو لا يريد التوبة ولا يريد الاعتراف بأخذ المال؟ إذا نصحتموه وبلغتموه إن هذا لا يجوز وهذا حرام ولم يمتثل أنتم أبرأتم ذمتكم ويبقى الإثم عليه، وأصحاب الحقوق هم اللي يطالبون، أصحاب الحقوق هم الذين يطالبونه. نعم. تقول السائل رجاءً من بلاد الشام للعمرة ومرت بالمدينة وجاء الحيض ولم تتمكن من الصلاة والآن جاءت إلى مكة ولا زالت حائضاً ولم تدو العمرة حتى الآن ومضى 6 أيام وهي بالعادة تبقى 8 أيام وما زالت لم تعتمر فمتى تعتمر وهل تعود إلى الميقات أو تعتمر إلى التنعيم؟ إذا كانت جاءت بنية العمر ليش ما أحرمت؟ تحرم وهي حائض إذا مرت الميقات تحرم وهي حائض
لكن لا تدخل المسجد الحرام، لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر من الحيض وتغتسل. هنا تعدت الميقات وهي ناوية للعمرة ولم تحرم، لأن يعني عليها حيض، الحيض ما يمنع الإحرام، فهي أخطأت في هذا، فعليها أن ترجع إلى الميقات وأن تحرم منه وتؤدي العمرة بعد ما تطهر. نعم. هل يجوز نقل ماء زمزم من مكة إلى مناطق أخرى وبيعه بثلاثة أضعاف سعره؟ يجوز هذا الجواز، يجوز، لأنه أصبح ملكك وحجت عليه تبيعه لا بأس، لكن لا ترفع قيمته، لا ترفع قيمته أكثر من العادة، أكثر من العادة. نعم. ما هي أفضل الصدقات للميت؟ حسب الحاجة، أفضل الصدقات حسب الحاجة في البلد، إذا كان الناس يحتاجون إلى شيء فكونك تتصدق بهذا الشيء الذي يحتاجون إليه أفضل من غيره. نعم. تقول أنا إمام وخطيب في بلدي، هل يجب علي التحذير من مذهب الرافضة؟ حذر من كل المذاهب الباطلة، كل المذاهب الباطلة حذر منها، وبين المذهب الصحيح، بين ما عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة، بينه للناس، وبين بطلان ما عداه من المذاهب. نعم. هل هناك فرق بين الأمانة والوديعة بالنسبة للغرب؟ الوديعة نوع من الأمانة، الوديعة نوع من الأمانة. نعم. إذا علم المسافر مدة إقامته فهل يقصر في الصلاة منفردا في شقته؟ إذا علم أنه سيقيم أربعة أيام فأقل له القصر إذا صلى وحده أو مع مثله من المسافرين، أما إذا علم أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام فليس له القصر ولا الجمع، لأنه انقطع سفره صار مقيما يصلي صلاة المقيمين. نعم. من لا يحسن الدعاء في الطواف والسعي ماذا يقول وهل عمرته صحيحة؟ العمرة صحيحة، والدعاء في الطواف ليس بواجب، سنة إذا أمكن، ولو طاف كل الطواف وهو صامت فطوافه صحيح. الدعاء في الطواف وفي السعي سنة وليس واجبا، يصح الطواف والسعي ولو لم يدعو ولو لم يتكلم، ولكن كونه يشغل طوافه وسعيه بذكر الله أحسن وزيادة خير، يتلو ما يحفظ من القرآن، يكثر من الاستغفار، يكثر من الدعاء بما ينفعه، يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين. نعم. تقول أعاني من وساوس كثيرة أثناء الصلاة وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرا طوال الصلاة، فهل هذا يؤثر على إيماني مع العلم أني أحافظ على الصلوات في وقتها وقراءة القرآن؟ هذا لا يضر الصلاة، هذا وسواس من الشيطان، عليك أن تدفعه وألا تستمر معه، ارفضه وابتعد عنه واستعد من الشيطان وسيذهب عنك إن شاء الله، لكن صلاتك صحيحة. نعم. هل ورد فضل في العبادات في شهر رجب ما يقال الرجبية؟ لا، لم يرد في شهر رجب بخصوصه شيء من العبادات، إنما رجب كغيره من الشهور، ولم يرد تخصيص عبادات في رجب، لأن رجب كغيره من الشهور. نعم. ما حكم حضور الاحتفالات التي تقام في الموالد والأكل من هذه الموالد؟ الاحتفال بالموالد بدعة ولا يجوز حضورها، لا يجوز حضور حفلات الموالد ولا الأكل من طعامها، لأن هذا من الموافقة لهم، من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. كنت محرم
محرما وتذكرت لباسا محيطا تحت الإزار منذ أحرم، فذهبت إلى مكان أستطيع نزعه فنزعته. ما علي شيء؟ لا ما علي شيء، ما دام كنت ناسي ثم إلى ما تذكرت أزلته فليس عليك شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. يقول نعاني من فتنة النساء في الحرم، فما هو المخرج وهل من نصيحة للنساء؟ المخرج أنك تتجنب الزحمات اللي فيها نساء، تتجنب مخالطة النساء مهما أمتنك، هذا تتجنب هذا. نعم. والحرم واسع ولله الحمد. نعم. يقول من جاء للعمرة وعليه ديون، هل عليه؟ العمرة والحج إنما يأتي بهما المستطيع، والذي عليه ديون إن كان ما عنده ما يسدد الديون فلا يجوز له أن يحج أو يعتمر، بل يبدأ بالديون يوفر المال يوفره لسداد الديون. لكن لو حج أو اعتمر فإن حجه وعمرته صحيحان مع الإثم، يأثم في ذلك. نعم. من طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم قصر ولكنه شك، هل طاف خمسا أو سبعا؟ ما حكم السعي؟ إذا شك في أشواط الطواف أو أشواط السعي يبني على اليقين وهو الأقل، إذا شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة يجعلها ستة ويأتي للسابع في الطواف وفي السعي. نعم. إذا شك المصلي أن سجد سجدة أو سجدتين في ركعة من الركعات ماذا يفعل؟ يجب عليه الإتيان بما شك فيه ويجب عليه سجود السهو مع ذلك. نعم. ما حكم بناء مسجد فوق سطح المسجد؟ لا يجوز هذا، سطح المسجد له حكم المسجد، والهواء يحكي القرار، كما لا يجوز لك تبني بيتا في المسجد للعائلة وتسكن فيه، لا يجوز أن تبني على سطح، لأن السطح مثل الأرض كله مسجد. أما أنك تتخذ حجرة في المسجد للكتب أو للمطالعة أو للاعتكاف، هذا ما هو للسكنة، هذا للعبادة. لا بس. نعم.